كتاب المناسك باب الحائض، باب الحائض تنفر قبل أن تودع. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة أبو أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت أمين رواه الجماعة إلى الترمذي. وعلي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة الثقة الثبت الأمين كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، نعم، رواه الجماعة، شيخ الشافعي. عن الزهري الإمام الزهري أمير المؤمنين في الحديث كان يدلس، والعلماء احتملوا تدليسه من أجل بحر روايته. عن عروة، عروة هو عروة بن الزبير، وهو من أثبت الناس، إن لم يكن هو أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان عابدا تقيا نقيا صواما قواما، وكان من الفقهاء السبعة. عن عائشة، عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أعلم نساء العالمين ومن السبع المكثرين على النبي الأمين. وحدثنا محمد بن رمح، محمد هو محمد بن رمح من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال أنبأنا الليث بن سعد، الليث بن سعد مفخرة المصريين، فكان فقيها محدثا، قال عنه الشافعي الليث أفقه من مالك ولكن لم يحمله أصحاب. عن ابن شهاب، ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن أبي سلمة، أبو سلمة هو عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن في قول أنه من الفقهاء السبعة، وكان تقيا نقيا عابدا، ولكن أضاع عليه العلم الكثير بمجادلة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وعروة، مقرونا بعروة، عروة بن الزبير هو أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان فقيها محدثا، وهو من الفقهاء السبعة. عن عائشة، عائشة رضي الله عنها وأرضاها من سائل العالمين، قالت حاضت صفية بن صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي، فقلت إنها قد أفاضت ثم حاضت بعد ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أنا حبيبي قلت لنا ترجمت قبل ذلك لا تعيد ثانية، يعني تقول وتطمعنا خلاص. علي بن محمد التنافسي من ثقات الأثبات، أو الشيخ نصير قال لك التنافسية هنا. قال حدثنا أبو معاوية، علي بن محمد، نعم، التنافسي، نعم نعم. قال حدثنا أبو معاوية، محمد بن خازم الضرير من أثبت الناس في الأعمش، أصح الناس كتابا في الأعمش. قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان بن أهران إذا قال أخبارنا حدثنا فعض علي بن وارث من أساطير المحدثين. عن إبراهيم، إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي هو شيخ الإمام الأعمش، هو فقيه من 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 أتقاء الكوفة، وكان فقيها محدثا. عن الأسود، خاله الأسود بن يزيد النخعي من ثقات الأثبات رواه الجماعة، وهذه رواية الأصاغر عن الأكابر. عن عائشة قالت ذكر رسول الله، ثلاثة من التابعين أيضا الأعمش إبراهيم الأسود، نعم. عن عائشة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية فقلنا قد حاضت، فقال عقر حلقة ما أراها إلا حابستنا، فقلت يا رسول الله إنها قد طافت يوم النحر، قال فلا إذن مروها فلتنفر. نعم، هذا على كما بينا قبل ذلك بأن طواف الوداع واجب، بينا قبل ذلك بأن طواف الوداع واجب، واجب من الواجبات، وأن من واجبات الحج، وقلنا الفرق بين الواجب والركن بأن الواجب قد يجبره الدم، وأما الركن لا، لابد من الاتيان به. فطواف الوداع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، آخر عهدهم بالبيت الطواف، فهو واجب من الواجبات، وإن كان قد يعني سقط عن البعض لكن هذه العلة، فالصحيح أنه واجب من الواجبات، وهذا خلاف الأحناف، ولأنهم يرون أنه سنة مستحبة، ولو تركه وسار لا شيء عليه، وجماهير أهل العلم يرون بأنه واجب من الواجبات وعليه دم، واجب من الواجبات وعليه دم. وبعد اختلافين في هذه المسألة في طواف الوداع هل هو واجب أم هو مستحب، والراجح أنه واجب كما قلنا، والقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، اتفقوا بعد ذلك على أن الحائض لا طواف عليها، وشذ من شذ في قول ذلك، شذ من شذ في قول ذلك، فهذا قول غير معتد به وغير معتبر، والقول الصحيح بأن الحائض لا طواف عليها، أن الحائض لا طواف عليها، طواف الوداع يعني لا طواف عليها من طواف الوداع،
والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فسأل عن صفية قالوا حاضت، قال حابستنا هي، يعني هي الآن تكون حائضا فتبقى لتطهر ثم تغتسل ثم تطوف، حابستنا هي، فيها دلالات. الدلالة الأولى أن الطهارة شرط في صحة الطواف، والأمر الثاني بأن طواف الزيارة واجب بل هو ركن من أركان الحج، وأما طواف الوداع فواجب من الواجبات. إذن طواف الوداع واجب من الواجبات، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في غير ما موضع، وقال خذوا عني مناسككم، لما قال حابستنا هي كان على طواف الإفاضة ليس على طواف الوداع، فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هي حاضت قال فلتنفر إذن، فأسقط عنها النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع. إذن الطواف ذاته عبادة، وهذا طواف الوداع واجب، فإذا لم يستطع المرء الوصول إليه فإنه لا يسقط عنه جبران، إن يسقط هو فلا يسقط عنه جبران، فإن فاته طواف الوداع فعليه دم، إن فاته طواف الوداع فعليه دم. لذلك قال أنا عائشة حاضت صفية بنت حي بعدما أفاضت، ولذلك قال أحابستنا هي، وهذا أمر شديد، أحابستنا هي، قالوا إنها حاضت، وقالت عائشة إنها طافت طاف الإفاضة، فقال فلتنذر إذا، لما علم الباب مفتوحا فقال إذا، يعني أعطاها تشجيعا، يعني الباب غير مفتوح، وقال أحابستنا هي، فقالت عائشة وكانت أفقه، هذا التشجيع لعائشة أنها كانت أفقه في ذلك، فقالت إنها طافت إنها أفاضت، يعني كان النبي قال أحابستنا هي من أجل أن تطوف، هي نجلس تحبسنا من أجل أن تطوف وتبقينا معها، فقالت وهذا حقها، قالت عائشة رضي الله عنها لا إنها طافت طواف الإفاضة، إنها أفاضت، وهذا يعني أنها كانت حريصة على الانتاء في المواعيد الصحيحة، وهي لما أفاضت حاضت صفية فامتنعت من الطواف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلتنفر إذن، يعني ليس عليها طواف الوداع، كما قلت لمن خالف في ذلك، قد قال ابن عباس ابن عمر ما كان، يعني كان يخالف في ذلك بعض السلف، فابن عباس كان يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهن الرخصة في ذلك، أو أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض الطواف. الطواف واجب على كل امرئ إلا المرأة الحائض، فقد أسقط عنها النبي صلى الله عليه وسلم الطواف طواف الوداع، ولذلك احتج الأحناف بمثل هذا على أنه سنة وليس بواجب، قالوا لأن من السنة الكونية، أو قالوا أن عادة الواجبات أنها لا تسقط، فكيف تسقط معك في هذا، فكيف تسقط مع صفية ومع غيرها، فقالوا ما هذا إلا لأنه سنة، هذا قول الأحناف، رأوا بأن الأوامر جاءت بها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها، وقال خذوا عني مناسككم، فقالوا هذه تدل على الوجوب، فلما أسقط عن صفية طواف الوداع قالوا الواجب لا يسقط بحال، فهذه فيها دلالة على أنه سنة وليس بواجب. وقد نقول المسألة هنا قد نوفق بينها بأنه واجب على العموم ويخص من ذلك المرأة الحائض، واجب على العموم ويخص من ذلك المرأة الحائض، لا عليها، يعني المرأة الحائض ليس عليها طواف الوداع، سقط منها من أجل أن الله جل في علاه قد قدر عليها ذلك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال عقرى حلقى ما أراها إلا حابستنا، قال عقرى حلقى، يعني هنا يدعو عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بصحيح، لمن هذا من لغات العرب وهي غير مرادة، عقرى حلقى غير مرادة، كقوله إلى عمري، هذا مما درج عليه لسان العرب وهو يعني غير مراد، هو غير مراد، والنبي صلى الله عليه وسلم هاله ما تفعل، يعني أو هاله ما كان لصفية، لأنه قال عقرى حلقى أراها إلا ما أراها إلا حابستنا، قال فقلت يا رسول الله إنها قد طافت يوم النحر، قال فلا إذن فلتنفر، يعني مسألة النظر إلى طهارة
المكلف للطواف لا، النظر إلى النوع، فالذكر واجب عليه إلا من مرض، والأنثى واجب عليها إلا أن تكون قد طافت طواف الزيارة. نعم. إذن في قول عقر حلقاء هذا غير مراد. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضعها، أمر بأن تنفر صفية رضي الله عنها وأرضها لأنها كانت قد طافت طواف الوداع، أو طافت طواف الإفاضة، لأنها قد طافت طواف الإفاضة. إذن ملخص القول في سنة ابن ماجه، الطواف بالبيت واجب، طواف ليس طواف القدوم، طواف الوداع واجب لأن النبي فعله وأمر الصحابة بفعله وأمر نساءه بفعله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وأسقطه الله جل وعلا عن طائفة أهل البدع والضلالات. لا، كأنه يكون إمعانا في البيان على تيسير الشريعة. الفوائد المستنبطة: التماس الأعذار للأخيار، التماس الأعذار للأخيار. لا حكم للغو الكلام، لا حكم للغو الكلام في قول عقرى حلقة. الخلاف الأصولي بين العلماء: الأمر بالأمر للوجوب أم لا؟ الأمر بالأمر للوجوب أم لا؟ قال مروها فلتنفر. جماهير الأصوليين يرون بأن الأمر بالأمر ليس على الوجوب. نعم. والحق بأنه ظاهر جدا على الخلاف، يعني أن الأمر بالأمر للوجوب، الأمر أن الأمر بالأمر للوجوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. في سؤال؟ نعم. تفضل. يقول: هل الحكمة أعم من الموعظة الحسنة؟ وما سبب تقديم الحكمة على الموعظة؟ وهل الموعظة تدخل في الحكمة؟ هو الأصل في ذلك أنه ما دام قد هذا، ما دام قد جاء التغيير، قال ما دام قد جاء بالعطف ففيه التغيير، إذ الأصل في العطف المغايرة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما الحكمة كما قلنا بأنه في الوقت المناسب للمحل المناسب، وأن يضع الشيء في موضعه، وقيل بإتقان العلم، وضع العلم في موضعه. والموعظة الحسنة بالقرآن، فالقرآن هو موعظة حسنة. فالحق أن الأصل في العطف هو المغايرة، وأن الموعظة الحسنة علم تحتاج إلى علم ليوضع في موضعه. يقول: أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة من باب أنها زكاة لها وتطهير، فإذا دعا النبي على أحد وليس أهلا لذلك كان زكاة له أجر؟ هو طبعا هذا كلام ممتاز يا سلفي، هذا كلام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينفع جدا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه على معاوية. فنقول لهم لهؤلاء الأخباس الذين يتمسكون بذلك بأن معاوية قد تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تمدحونه وهو قد خرج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فقل خسئتم، وأن معاوية رضي الله عنه وارضاه من خيرة الصحابة كاتب الوحي. والرد على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط على ربه أنه بشر، بأنه يعني من سبه ولم يكن أهلا لذلك أن يجعله الله رحمة له. فهذا إن كان قاصدا والنبي قد قصد لا أشبع الله بطنه فكانت دعوة له. أما هنا عقرى حلقة لم يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصدها، هي كانت من كلام العرب، مثلها بالضبط مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإلا تربت يدك، لما قالت لها عائشة، قالت للمرأة لأم سليم تربت يمينك أو تربت يداك فضحت النساء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يدك، وتربت يدك أن تسقط بالأرض فقرا، وهذا غير مراد، فهذا من باب ما درج على لسان العرب.